السلام عليكم ورحمة الله. في المقطع السابق ذكرنا التسويق وتكلمنا وعرفنا عنه بعض الأمور، أما الآن نذكر أنواعه. فالتسويق له أنواع متعددة، نذكر منها ما هو مقيد وما هو حر. أما المقيد فبعض الشركات تقوم بتوظيف أشخاص محددين ومعينين ضمن وقت محدد ومكان محدد وراتب محدد لتسويق منتجاتها بشكل خاص، هذا المقيد. أما الحر فهو ليس فيه تقييد من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث الدخل، حيث يقوم به أشخاص معينين لتسويق منتجات لدى شركات محددة معينة بشكل خاص أيضا. أيهما أفضل؟ الأفضل هو التسويق الحر، وذلك لأنك سوف تكون غير مقيد تبعا لهذه الشركة وتبعا لمنتجاتها وتبعا لتعاليمها، فأنت سوف تكون حرا في اختيار الشركة التي تعمل معها، وكذلك حرا في اختيار الدخل الذي سوف تحصل عليه، لأنك تقوم بترويج أو تحصل على نسبة معينة على هذا الترويج، وليس مقيدا براتب كما في التسويق المقيد. وفي المقطع القادم سوف نتكلم بإذن الله عن التسويق الحر بشكل خاص، نترك لأن كلامنا هو عن التسويق الحر بشكل خاص.